حضرتك لما قلت انه الاعلامي نجاحه مرهون بالتعليم والتدريب، نعم، وعندنا طول الوقت مشكله في المناهج بتاعت الاكاديميات العلميه الاعلاميه في الكليات المختلفه. في بعض كليات الاعلام مثلا الاستاف بتاعها مش مكتمل، يعني ما بتلاقيش فيه اعضاء التدريس كافيين، ايوه مظبوط، فبيستعينوا بناس يمكن ما لهمش علاقه كبيره بالعمل مظبوط، الاعلامي ده يدرسوا. صحيح، ده صحيح. لكن انا بتكلم على فكره التدريب، ويمكن حضرتك بتشوف مثلا ناس يقول لك احنا اتخرجنا من كليه الاعلام او من كليات الاعلام وما اتعلمناش حاجه، ايوه او احنا بنروح للمؤسسات بنلاقي حاجات غير اللي احنا سمعناها عند في الكليه. ده كلام الولاد ايوه اللي بيطلعوا. مستوى التدريب اللي موجود في كليات الاعلام هل هو كافي؟ لا، بس ما نقدرش ان احنا نعمم؟ نعمم كل كليات الاعلام، تمام. انما يعني في كليه الاعلام جامعه القاهره مثلا، لان عندها مطابع، عندها 3 استديوهات بالنسبه للاذاعه والتلفزيون، منهم استديوهات رقميه يعني حديثه جدا جدا. ففي تدريب. كليه الاعلام كمان، مش عشان انا بنتمي ليها والله، حريصة جدا على الاستعانة بالخبرات. ده منتمي ليها وانا هبقى منحاز بالطبيعة بتستعين بخبرات من الخارج، مش اعضاء التدريس، يعني خبراء ممارسين للعمل الاعلامي بيشاركوا في كل المراحل الدراسة بالكلية. فهنا التواصل بيبقى يعني متاح بدرجة اكبر. لكن هناك كثير من الكليات والاقسام والاكاديميات ما فيهاش الجانب العملي خالص. اعضاء التدريس قليلين، مستواهم الاكاديمي مش على الجوده المطلوبه، احتكاكهم او استعانتهم بخبراء من الخارج ايضا محدوده للغايه. فده في النهايه بيفرز يعني خريج غير قادر على انه يتعامل مع مستجدات العصر في مجال الاعلام بشكل كبير. طب لو سألت حضرتك بقى، وهنا يعني دي مشكلة كبيرة جدا الناس بتتكلم عنها، وهو البحث العلمي الإعلامي. يعني بتلاقي مثلا الإعلام في مصر عنده مشاكل، نعم، كتير. صحافة مثلا، الصحافة الورقية عندها مشاكل كتيرة جدا، وناس بتتكلم وبتتناقش، وبلاقي بحوث ومؤتمرات بتناقش الحكاية. لكن البحث العلمي الإعلامي حتى هذه اللحظة ما بيقدمش حلول عملية، لانه انا اعرف ان البحث العلمي دي وظيفة من وظيفته، انك بتدرس وضع او مشكلة وبتيجي تقول والله يا جماعة دي دراسة بتقول لكم حلوا المشكلة دي ازاي، او دي مقترحات للحل. الاول يعني خريطة البحث العلمي الاعلامي في مصر تقيمها ازاي الوقت؟ برضو يعني هنرجع لحتة الكم. يعني عندي عدد كبير من اعضاء التدريس كويس ومن الاساتذة، لكن منهم عدد قليل جدا هو اللي بيقدم الإضافة أو الجديد أو حلول لمشكلات موجودة في الواقع. عدد قليل وقابلة للطب، ده قليل. العدد الأكبر بقى هو اللي بيقدم أبحاث بها المواصفات الشكلية فقط للبحث العلمي، لكن النتيجة النهائية أو الشيء الجديد المبتكر مش موجود. فتلاقي في زي حضرتك، يعني حضرتك استاذ اعلام وبتناقش رسائل، فما بتلاقي الرساله فيها كل المواصفات من التقسيم الشكليه مشكله بحث، اهداف، مش عارف، فروض وحاجات، نتائج هزيله جدا. لكن الناحيه الاجرائيه الطبعه بشكل جيد، نسبه كبيره بقى من البحوث بتبقى كده. يعني البحث بذل فيه جهد من الناحيه الاجرائيه والشكليه، لكن المغزى او العائد المعرفي قليل، موجوده بس مع عدد قليل من البحوث. طب احنا هنا في الشاهد كان ضيوفي عدد من اساتذه الجامعه في يعني العلوم الاجتماعيه، نعم، وقالوا لي انه مصر دلوقتي بتعاني من ظاهره خطيره جدا، وهي الترخص في منح الدرجات العلميه. هل توافق على ده؟ وافق بشده. طب بيحصل ليه؟ وافق بشدة. برضو اعتبارات الكم، يعني طالب بيتخرج من كلية، اي كلية، ولا يوجد مجال للعمل او فرص للعمل، فيروح يعمل دراسات عليا، فيعمل ايه؟ طب بدل ما هو قاعد في البيت ومش لاقي شغل او حاجه، هيبقى يعمل دراسات عليا. يمكن يعني ده يساعده، حتى لو هو ما بيحبش الدراسات العليا، انما هو بيضيع وقت
او بيحاول ان هو يكتسب شيء مفيد، فبتبقى اعداد الطلاب الملتحقين بالدراسات العليا في كل الجامعات اعداد كبيره جدا جدا يا دكتور محمد. والهدف مش البحث العلمي. لا، الهدف مش البحث العلمي. فده يطلع لنا اللي بيعمل بينهم ابحاث علميه بتبقى ابحاث هزيله برضه. بس ده انتج لنا مشكله ضخمه جدا، يعني كانت زي القنبله في وش المجتمع لما حملت الماجستير والدكتوراه. الماجستير والدكتوراه يطالب بتعيينه. بالظبط بالظبط. طبعا دي مشكله. انا بتمنى يعني ان دايما القرار القرار عند مين يا دكتور؟ يعني قرار ضبط هذا المشهد عند مين؟ عند الدوله. عند الدوله. بمعنى بمعنى انا اقول لحضرتك، يعني احنا في جامعة القاهرة مثلا كان كل سنة اما كنت ببقى عميد كان بيجي لنا طلب كده من رؤساء الجامعات، السنة الجاية انت عايز كم طالب، او يعني كلية تستوعب كم طالب حسب امكانياتها وقاعاتها واعضاء التدريس اللي فيها. فكنت دايما اطلب 200 زي ما كان زمان. بالظبط. 200 طالب. يجي لي 800 او 700. طب بسألك ليه؟ طب انت سالتني ليه؟ وبعدين طيب انت جبت 700. يجي بقى يقول لحضرتك ايه، انت تتحمل بقى تكلفتهم، قاعات الكليه مش كفايه فانت بتستاجر قاعات من قاعات اخرى. اقول له انا كنت في مع رئيس الجامعه اقول له انا طلبت 200. اي حد فوق اكتر من 200 يبقى الجامعه تتحمل له. تتحمل. فبتحصل مشاكل بهذا الشكل كتير، ان الدولة أحياناً لا اعتبارات أكيد مقدرة أكيد لها أسبابها يعني بتفرض أن الأعداد تبقى كبيرة. المشكلة دي في سبيلها للحل، لأن مصر في الفترة الأخيرة توسعت في إنشاء عدد كبير جداً من الجامعات حكومية وأهلية وخاصة، فنتيجة هذا العدد بالتأكيد الأعداد الطلاب اللي بيلتحقوا بكل جامعة هيقل.